Muslimin dan muslimat yang diridhai Allah sekalian, majlis tilawah Al-Quran pada malam ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan peserta yang ketiga untuk memperdengarkan bacaan dari ayat Al-Quran surah Al-Maidah juzuk 6 bermula ayat 72 dengan teranum wajib ras dan sika. Falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا Mm-hmm.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق الله العظيم. Subhanallahul Azim, demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diperdengarkan oleh peserta yang ketiga iaitu saudara Muhammad Omar Syazuli bin Muhammad Tahir.